من تركيا حول الأمن الغذائي وموقع العراق على سلم دول الجوع وموقع الخطير الآن. كيف تقرأ دكتور وضع العراق على اللائحة العالمية عبر آخر تقرير دولي في المركز 85 بجدارة على مستوى دول الجوع مع غياب الأمن الغذائي؟ نتحدث عن العراق رفقة الصومال هذه الأيام. هذا الإنجاز السلبي من يتحمل المسؤولية المباشرة فيه؟ لأننا لا نسمع هناك من يعني حمل المسؤولية سابقا أو اليوم، أو حتى من يفكر في تحمل المسؤولية. برأيك ما هو هذا المشهد الذي يعيشه العراق؟ أتمنى أن تكون الصورة والصوت مؤمنتان الآن لتتحدث معنا. نعم دكتور، الكلمة لك. عفوا للانقطاع أخي العزيز. العراق للأسف الشديد لا ممكن مقارنته مع الصومال أو للأسف غيره. للأسف العراق يمتلك ثروة هائلة. العراق يصدر يوميا 4,400,000 برميل نفط، وهو يمتلك أكبر احتياطي في العالم، يعني يأتي بالمرتبة الخامسة باحتياط العالم أو أقل، لأنه هذا الشيء يتحمل مسؤوليته من يحكم العراق الآن، يتحمل مسؤوليته المسؤولين العراقيين لعدم برمجة النمو الاقتصادي والوضع الاقتصادي. الآن العراق على شفا التجويع، لا نمتلك، أحد المسؤولين يقول أكثر من 3 أشهر من الحنطة، مخزون الحنطة. بقية المواد الغذائية أيضا ارتفعت ارتفاع غير مدروس وارتفاع كبير، مع العلم أن النفط الآن ارتفع سعره بالأسواق العالمية. المفروض الآن على الأقل العراق يسعى إلى امتلاك احتياطي في هذه المرحلة التي يمر بها العالم. للأسف الشديد لم يتحمل أحد مثل كما تفضلت هذه المسؤولية. يجب عليهم أن يعوا أن هذا الشعب يحتاج إلى المواد الغذائية، إلى المواد الأساسية، وليس يحتاج إلى مواد أخرى. الآن العراق للأسف الشديد ليس لديه من يخطط استراتيجيا للمرحلة القادمة أو المراحل الحالية. كل ما يخطط له هو وضع عاني، ليس هناك له جدوى اقتصادية. لدينا ونمتلك من الخبرات الاقتصادية الذي نضاهي بها العالم، ولكن للأسف الشديد لم تتاح لها الفرصة للمشاركة بهذا الموضوع. التخطيط الاستراتيجي الآن مفقودا تماما، سواء من وزارة التخطيط أو من وزارة الزراعة أو من وزارة التجارة. إذن يتحملون مسؤولية هذا الشيء. يجب عليهم أن يعوا أن الشعب لن يسكت ولن يستمر بسكوته. الآن المواطن العراقي يعاني، تأتي معاناته من ارتفاع المواد الغذائية وقلة الموردات المائية. طيب الموجود الآن حاليا في الأسواق غالي الثمن، لن يستطيع المواطن شراءه. تارة يذرون الرماد بالعيون بإعطاء المواطن 100,000 دينار لكل عائلة. يا أخي ماذا تعني هذه 100,000 للعائلة الواحدة؟ ارتفع فقط السكر والطحين بالنصف تقريبا، ناهيك عن بقية المواد الغذائية. الآن كل دول العالم أخذت احتياطاتها لهذه المرحلة باستثناء العراق. الآن برميل النفط أكثر من 80، علماً أن موازنة العراق 45 دولار. إذن أين ذهب هذا الفائض الهائل؟ لم يعرف أحد عن هذا. سواء سألت رئيس الوزراء أو سألت المسؤولين أو وزير المالية، لا أحد يعرف أين ذهب هذا الفائض. يجب أن يكون هذا الفائض بخدمة المواطن ويعتبر احتياطي اتجاه الأزمات الحاصلة بالعالم، لكن للأسف الشديد
لا نجد من يهتم بهذا الموضوع. طيب دكتور، ما دامك تكلمت عن عدم سكوت الشعب عن كل ما يحصل في العراق، يعني عندما تغيب مسؤولية من تسبب في حالة الفقر في العراق وأيضا غياب الأمن الغذائي وخروج العراق من التصنيف العالمي لجودة التعليم واحتلاله مرتبة أسوأ جواز سفر في العالم وأيضا غيرها من المواضيع، يعني ألا يمكن أن يكون ذلك حافزا للتحرر من حكومات التوافق إلى حكومة أغلبية تتحمل المسؤولية؟ أنا أكدت قبلا أن الحل الوحيد للعراق هو حكومة أغلبية يتحمل مسؤوليتها أحد، لأن الوزراء دائما يتكلون على أحزابهم. حينما تكون حكومة أغلبية نستطيع أن نحاسب من أتى بهذه الحكومة، لكن للأسف الشديد هناك من يعارض هذه الفكرة لأنها لا تخدم أحزابهم ولا تخدم اقتصادياتهم ولا تدع الثراء ينمو بأحزابهم. سيدتي العزيزة، حكومة الأغلبية معناها انتفاء أو انتفاء الحاجة إلى الأحزاب ومرشحينها، فلذلك سيسعون بكل ما يستطيعون من قوة لمنع هذه الحكومة بكل الوسائل، لأنها ممكن أن ترفد العراق بخبرات جديدة بعيدة عن الطائفية وبعيدة عن الشخصنة للأحزاب، فلذلك هم لا يريدون هذا. دكتور علي، تقرير أمريكي اشتركت فيه يعني عدة جهات دولية ليست محلية، منظمة الأغذية العالمية، الزراعة، الفاو، برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي، الكل يعتقد أن العراق عنده 40% نسبة الفقر وسيضاف إليه 5 ملايين تقريبا، والعراق اليوم في المركز 85 في تقرير البنك الدولي الذي يؤكد أن معدل النمو والناتج المحلي العراقي هو 8.9%، فيما معدل نصيب الفرد 6.3. أين هو الواقع من هذا التقرير؟ يعني التقرير هل كان منصفا؟ عزيزي، البنك الدولي حاول أن يقرض العراق بما فيه الكفاية بحيث يسيطر على الاقتصاد العراقي. يسيطر على الاقتصاد. بعض المسؤولين. نعم، الآن البنك الدولي هو المسيطر على الاقتصاد العراقي. العراق ما يزال مديون إلى البنك الدولي ومستمر بالديون، علما أنه لسنا بحاجة إلى الاستدانة. احنا بترول نصدر والان اسعار البترول مرتفعه، اذا لماذا نستدين من البنك الدولي حتى نزيد ونرهن ابنائنا او الجيل القادم؟ اذا لماذا هذا يا اخي؟ هذا واقع مزري. اذا تقارير البنك الدولي هي ليست لصالح العام بل لصالح من يحكم العراق الان. البنك الدولي الان وزير الدولة للشؤون المالية يقول أن لسنا بحاجة إلى قروض، ولكن لو أتيت بالواقع تجد أن العراق استدان هذه السنة أكثر من 48 مليار. إذن أين ذهبت هذه 48 مليار؟ لسنا بحاجة للاستدانة يا أخي. التقارير شبه صحيحة، لأنه الآن العراق الآن ما فيه يحصل بدون أي تخطيط. هناك استراتيجيات بعيدة لكل دول العالم، لكن العراق للأسف الشديد يفتقد هذه الاستراتيجيات. هذه الاستراتيجيات كانت في العراق يمر على استراتيجيات خماسية لمدة 10 سنوات لمدة أكثر. الآن العراق ليس لديه استراتيجية لمدة سنة واحدة بحيث يتأثر بمجرد ظهور طارئ بالعالم. أتت الكورونا وتأثرنا بها بشكل سلبي جدا. طيب دكتور، ألا تعتقد أن الساحة العراقية باتت مهيئة لما يمكن أن يوصف بثورة جياع محتملة؟ يعني كل هذا في ظل عدم مبالاة الحكومات العراقية المتعاقبة للواقع المعيشي للمواطن وأيضا غياب الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية أمام الشعب. صدقيني أؤكد لك أن ثورة الجياع قادمة وقريبة جدا، لأنه الشعب العراقي الآن جائع وأثر الجوع بانت وظهرت عليه. الكثير من العوائل لا تمتلك قود يومها. هذا شهر رمضان المبارك،
ماذا أعطت الدولة إلى المواطن؟ أعطت ربع كيلو عدس؟ أختي هذه الحلول ترقيعية وبعيدة عن الواقع. والله لو جاع الشعب أكثر من هذا يعلق. وأنا قلتها سابقا، والله أنا قلتها أن ثورة الجياع قادمة وستعلق كل من يريد تجويع الشعب العراقي من هذه الأحزاب. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يعني يصبر هذا المواطن في العراق وهو يراقب يعني إما الفقر المدقع والعوز الذي يعاني منه معظم الشعب، يعني أو حالة من الترف المفرط لطبقة فقط متنفذة هي تملك السلطات تملك السلاح، يعني الحد الأقصى لبقاء الشعب صامدا أمام هذا الحال هذه الحال عذرا. أخي يظهر لنا بعض المسؤولين الذين هم أترفوا وأثر للثراء الفاحش من ميليشياتهم أو مما يقومون به داخل العراق ويقولون أن شعب العراق ليس لديه فقراء. أخي الشعب العراقي الآن نصف الشعب العراقي تحت مستوى الفقر، وفقط المسؤولين من يمتلكون المليار. يعني أحد المسؤولين لا يمتلك سترة وهو الآن يمتلك 12 مليار دولار أو أكثر، بينما الشعب العراقي لا يجد قوت يومه. إذن أي عدالة بالتوزيع الثروات؟ أخي الثروات الآن للمسؤولين والطبقة الحاكمة فقط. وأكد لك أن ثورة الجياع قادمة، ابتدأت بثورة تشرين وتنتهي بثورة الجياع القادمة. لن يصبر الشعب العراقي أكثر من هذا يا أخي. الآن يمر بمرحلة حرجة. الشعب العراقي والنساء العراقيات يبحثون بالبزابل، أين ما يذهب إليه البترول؟ إذن وين بترولنا يا أخي؟ 4,400,000 برميل. أين الشعب العراقي من هذا؟ دكتور علي، نعم دكتور علي، ما الحل إذن إذا كان العراق يصدر البترول يعني بما يوازي كندا وروسيا وهذه الدول التي تملك يعني تنمية شبه خيالية يعني وأمريكا أيضا يعني، لكن في واقع الحال مستوى دخل الفرد العراقي وواقع الفرد هو ما يعني يدور حول الفقر أو دون ذلك أيضا، يعني الحل العلمي وأنت من الأكاديميين ولكم يعني آراء يعني يستعان بها، ما هو الحل لبلدك للخروج من هذه الأزمة؟ أخي أما أن نأتي برجال اقتصاد مسؤولين ومطلعين لكي يعملوا على إخراجنا من هذه الأزمة، وأما صدقني ستكون هناك ثورة جياع أو عصيان مدني سينهي هذه الطغمة الفاسدة التي تتحكم بشؤون العراق. يا أخي يجب أن نأتي بناس مناسبين ونضعهم في المكان المناسب كي يخططوا لمستقبل العراق، كي يخرج العراق من هذه الأزمة التي وضعنا بها المسؤولين، ارتفاع الدولار من جهة وانخفاض مستوى الفرد من جهة أخرى. إذن يجب علينا أن نجد مخرج من هذه الحالة، ولكن المخرج ليست بيد الأحزاب. لدينا خبراء اقتصاديين في العراق، حينما لا نعطيهم الفرصة للعمل يعني معناها أنه نتيح شعب أن يثور ثورة جياع ويأتي بعصيان مدني. نعم، من تركيا الأمين العام لإجابة الخيمة العراقية الدكتور الناشط علي العبادي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا كريما معنا.